بتشوف الإرادة عند البنات أكتر ولا طبعًا. الولاد؟ لا يعني بصراحة هي بتبقى برضه شخصيات يعني هي ملهاش علاقة بين الولاد والبنات، هي بتبقى شخصيات. فإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن اللاعب لما بيجي هو طبعا بيبقى جاي اللعبة مش عايز يبقى بطل، أو مش عنده الهدف إن هو يبقى بطل عالم. فإحنا بنبدأ ناخد اللاعب ويبدا يدخل لمرحله الاحزمه لعند لما يبدا يقرب من مرحله البطوله، فبنبدا ناهله ونزرع فيه غريزه البطل والصفات العزيمه، وان هو يكون عنده تحدي، وان هو يكون عنده هدف ان هو يقدر يكمل المشوار، لان فعلا المشوار صعب. بس فهم ما شاء الله عليهم، احنا فخورين بيهم بصراحه، لان فعلا مشوارهم كان صعب جدا حقيقي. وكان في ناس كتيره بصراحه كان لهم دور جدا معانا. عايز اقول حاجه برضو، ان فعلا ان مشوار الابطال دول فعلا هو طلعوا بجهود ذاتيه. يعني انت حضرتك لو كنت تشوف الفيديو بتاعهم والنادي، احنا نادي متواضع جدا يعتبر شبه امكانيات معدومه. طبعا مجلس الاداره موجود برئاسه الاستاذ عاطف والحاج شعبان والدكتور خالد، بس هم بيقدر يعني هم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه بالظبط كده، لكن النادي ملوش اي موارد نهائيا خالص. فمحتاجين بس دعم للابطال علشان نقدر ان هم يكملوا الطريق ويكملوا مشوارهم ان شاء الله. طبعا إن شاء الله هيكملوا، وان شاء الله يحققوا مزيد من الانجازات والانتصارات، ويرفعوا اسم مصر تاني وتالت في المحافل الدوليه والرياضيه.